بقطار مصفح وحاشية كبيرة ومعه أكبر المسؤولين العسكريين في بلاده، وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا في أول زيارة خارجية منذ 4 سنوات، والهدف لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فماذا يخطط الرجلان؟ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن زيارة الزعيم الكوري الشمالي ستشمل مباحثات بين وفدي البلدين، وقد يعقد لقاء شخصيا مع بوتين، كما أن اللقاء سيكون دون مؤتمر صحفي في نهايته كعادة تلك اللقاءات الرسمية. أما البيت الأبيض فحذر من هذا اللقاء ودعا إلى مراقبة ما سيتبعه من نتائج. حسب الخبراء والمحللين، هناك 4 ملفات رئيسة بين كيم وبوتين. أولهما الدعم العسكري، بالأخص فيما يتعلق بالقذائف المدفعية والصواريخ المقدمة من كوريا الشمالية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. ثاني الملفات، الحصول على دعم من روسيا فيما يخص التكنولوجيا النووية وتصنيع الصواريخ الباليستية وصواريخ الفضاء، حيث كان اللقاء بين الجانبين في قاعدة فوسوتشيني الفضائية. أما الثالث ويعد ملفا حيويا، وهو كيفية التحايل على العقوبات الخارجية المفروضة على الجانبين، وبالأخص على كوريا الشمالية التي تعاني من عزلة شبه دولية. وفي الملف الرابع يظهر أصحاب العيون الضيقة، الصين، الحليف القوي للجانبين والذي يسعى من خلال بوتين إلى بناء تحالف ثلاثي قوي تحت المظلة الروسية لكسر الهيمنة الأمريكية الغربية.